لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، من أهم القضايا التي تشغل أبناء العمل الإسلامي من أجل إحياء الحياة الإسلامية والعودة إلى الدين، قضية هي من أخطر القضايا، هي مرتبطة بوجود الإنسان أصلا، قضية اجتماع الحسنات والسيئات، واجتماع المصالح والمفاسد، واجتماع الخير والشر. هو العالم الإنساني عالم منذ بدايته، بل قبل بدايته، وهو مقدر له أن يوجد فيه الخير والشر. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال غير واحد من السلف: أعلم ما لا تعلمون من وجود النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والعباد والعلماء العاملين والدعاء إلى الخير والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمجاهدين في سبيل الله والزهاد وغير ذلك من أنواع عباد الله الصالحين. فإذا العالم الإنساني على وجه الأرض مرتبط قبل بدايته بأنه سيوجد فيه من يفسد بالشرك والظلم والفساد في الأرض وأنواع البدع والضلالات والعدوان. ويوجد أيضا من يصلحون، فالأمر ده أمر قدره الله سبحانه وتعالى، إن الحياة البشرية فيها شر وفيها خير، لأنه يحب عز وجل أن يعبد في وسط الشر ووسط الفساد ووسط سفك الدماء، بأن يتعبد له سبحانه وتعالى بالتوحيد وعصمة الدماء واتباع سنن الأنبياء. فهذه يعني قضية لابد أن تكون مولودة. ولذلك هو ربنا خلق في الكون يعني ما هو من الخير المحض وما هو من الشر المحض، وخلق ما فيه خير وشر يختلط فيه الأمران. فمن أجل وجود الخير هذا قدر الله ورود الشر، لأجل أن هذا الخير لن يوجد إلا مع ورود أنواع من الشرور، يكون بينهما مدافعة. ولذلك قضية أن احنا نتصور المثالية المطلقة في عالم البشر هذا لا يمكن أن يكون. البشرية ولدت ليولد فيها هذا وذاك. والقضية إذن كيف نتعامل مع ما حدث فيه اختلاط بين الخير والشر، وبين الطاعة والمعصية، وبين الصلاح والفساد. هذه هي المسألة العظيمة التي جاءت الرسل وطبقت تطبيقا عمليا في كيفية المعالجة. لذلك هذه المسألة ولن ربنا فطر العباد عليها، يعني الناس كلها مفطورة، ممكن تطفوا التليفونات، الناس مفطورة على أن تبحث
منذ أهبط آدم إلى الأرض أن يبحث عن المصلحة ولو تحمل في ذلك مفسدة. سيدنا آدم نزل كان في الجنة لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى. وجد نفسه إذا لم يبذل جهدا في البحث عن الطعام جاع. طب والجهد ده بيبقى فيه تعب، والناس كلها بتتعب، والبشرية كلها وارثة ذلك، إن هم يتعبوا عشان إيه؟ عشان يأكلوا، عشان ما يجوعوش. ولذلك تلاقي الفلاح يقعد يبذل مجهود هائل، والصانع العامل، والطالب يبدأ ما يبذل يقعد يذاكر وهو زهقان وعايز ينام وعايز يلعب، ومع ذلك بيقدم الإيه؟ المصلحة على فوات اللذة دي، مصلحة إن هو عشان ينجح ويشتغل ويبقى له وضع، فبيتحمل بتوع اللي في علماء الكيمياء والفيزياء والحاجات دي بيقعد في المختبر يعني سنين أحيانا عشان يوصل لإيه؟ النتيجة، بيبذل مجهود جامد ومش عارف ومتضايق ويستحمل لغاية ما ينجح في مهمته. قضية المصالح والمفاسد دي والخير والشر، ان انا لازم استحمل طالب العلم يفضل يتعب ويلف ويسافر ويجلس يعني تحت ركب العلماء وكل ده علشان يحصل على ايه؟ يحصل على طلب العلم. اللي مش هيطبق الكلام ده في حياته هيفشل فشل ذريع. اللي مش هيطبق الكلام ده سواء كان شخص، سواء كان دعوة، سواء كانت دولة، سواء كانت جماعة، مفيش حد ما يطبقش الكلام ده إلا ويفشل فشلا ذريعا. لكن اختلاف الناس هو دائما في كيفية الموازنة. احنا عندنا بيبقى عندنا الموازنة دي بتجتمع فيها لو نقول مثلا ثلاث مسائل. مسألة لو في خيرين، لو في خيرين ولازم نفوت واحد علشان نحصل الثاني، فالوزن بينهم يبقى ازاي؟ ولو في شرين علشان يعني اتخلص من واحد لازم اتحمل الثاني. اتحمله ده ممكن احيانا بان انا أسيبه يحصل، وبين أن أنا أحيانا أعمله أنا، ودي بتبقى أشق على النفس. أسيبه يحصل زي ما شيخ الإسلام تيمية قال لهم يسيبوا بتوع جنود التتار يلعبوا إيه؟ شطرنج ويشربوا خمر، مش كده؟ هو ما سأهمش، بس إيه؟ بس سابهم على حالهم. بس سيدنا الخضر خرق السفينة علشان يعني يدفع شر اكتر، ماشي كده؟ عشان كده قلت ايه؟ قلت ان هو احيانا تسيب الشر يحصل، وده اهون، ان انت مش انت اللي هتعمله، تسيبهم هم يعملوه، ما تقولهمش ما يعملوهوش، ما تنكروش، او ان انت احيانا انت اللي تعمل. وبين النوع الثالث بقى ان 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 اي ان المصلحه والمفسدة مجتمعتين، يعني مش بان انا بفر، لا، ده انا عشان اعمل المصلحة لازم هتحصل معها مفسدة، واذا انا عشان اترك المفسدة لازم حسيب معها مصلحة. معانا كده؟ وبالتالي الموازنة بقول دي فطرة في البشر، كل الناس لازم تعمل موازنات، بل في الحيوانات. شفت مقطع فيديو كده ايه، مصورين غزالة قاعدة على طرف صخرة عالية، وفي ضباع من فوق الجبل، وهي الغزالة تحتيها هاوية، وهي قاعدة ساكتة خالص، وهم ييجوا كده يلاقوا نفسه هيتزحلق، يروح جاي راجع يجرب تاني هيتزحلق، هو لو نزل هيمسكها،
بس هما الاثنين هيقعوا فالضباع عماله تحسبها وتقرب وتبعد وتحاول وفي الاخر احنا سايبينها وماشيين. قال لك بس دي مصلحه بس مفسده معاها ماشي كده مش هتيجي مصلحه صرفه ماشي كده. فقال لك بس انا ادفع المفسده مقدمه على قلب الايه المصلحه. طلع فيها مصلحه اصلا. والله فيديو عجيب جدا يعني فعلا حاجه يعني ايه من ايات ربنا. الناس اللي ما تفكرش ويقعدوا يتريقوا على حكايه الموازنات بين المصالح والمفاسد جهل عظيم. طبعا سلفي بالفطره. لا الحمد لله مش سلفي هو على فطرتي بس. والغزاله على فطرتها برضه لانها قاعده في حته صعبه جدا وفي مخاطر بس في خطر تاني اكبر. فبتتحمل خطر احتمال الوقوع احسن ما ايه ما تتاكل بالك ووزناها كده بطريقه عجيبه قوي. الخلاصة ان احنا بنقول ان الفرق بقى بين اهل الشريعة في هذه القضية مش ان هم بيفكروش ولا بيوزنوش. اللي ما بيوزنش ده مخالف للشرع مخالف للواقع. اللي بيتصور ان التوكل معناه ان لا ازن موازين القوة وموازين المصالح ومفاسد فهو جاهل بالشرع وجاهل بالقوة. لا ولذلك يفشل دائما. مفيش حد ما يعني ما يعملهاش كده حتى وان كان هو بيطبقها في حياته قطعا ويقينا بس هو بيجي هنا وايه وتعمى بصيرته لان ربنا عز وجل هو الذي امرنا ان نحسب قوتنا وقوه اعدائنا. وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في وضعه في مكه كان بيامرهم بالصبر ولما هاجر الى المدينه برضه ما حاربش كل الاعداء مره واحده بعنوان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ده كان صلى الله عليه وسلم اتفق مع اليهود ان احنا بينا معاهدة وما يقوش حد من قريش ولا ينصروا حد من قريش ولا يساعدوا حد من قريش. ركز 5 سنين على ايه على حرب قريش. صحيح ان بعد ما كان يخلص كل معركة كانوا اليهود يغدرهم فيبقى هم اللي غدروا فبيقاتلهم او يحاصرهم او يجليهم. بس الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما يوزع الاعداء ما يجعلش الاعداء كلهم مره واحده واجل كتير امر المنافقين رغم خطرهم وكان بينزل التهديد وهم اسرى مامور بجهادهم بس اذا اظهروا نفاقهم فكان التهديد بيخليهم ايه يجيب ورا زي ما بيقولوا يعني يمتنعوا من ذلك. فكان بيكتفي بذلك. فالمهم ان قضية الفرق بيننا وبين غيرنا بين اهل الاسلام وبين غيرهم انهم يزنون هذه الامور الخير والشر الحسنة والسيئة الطاعة والمعصية المصلحة والمفسدة بميزان الشريعة وليس بموازين الأرضية. وميزان الشريعة مأخوذ من أدلة عامة في قول الله عز وجل عن شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت عليه أنيب. ومن قوله عز وجل والله لا يحب الفساد. ومن قوله والله لا يحب المفسدين. ومن قوله فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وأدلة خاصة في درجات المصالح والمفاسد. الأدلة دي مش أدلة واحدة بس كده لا ده مجموع أحكام تشريعات باستقرائها باستقراء مجموعها علم أهل العلم هذه المراتب في الأعمال والخير والشر والحسنة والسيئة. ولذلك قالوا إن جميع أدلة الشريعة تدل على تقديم الدين مصلحة الدين. هم قالوا في ضرورات 5 للبشرية
الدين، النفس وأجزائها، العرض، العقل والمال. فقالوا إن 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 الشريعة جاءت بالحفاظ على الدين مهما كان الأمر، ولو كان فيه تضحية بالنفس وبالمال. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، يبقى في سبيل إعلاء كلمة الله، في سبيل أن يؤمن الناس، في سبيل أن يهتدي الخلق، وفي نفس الوقت ضحوا بأنفسهم وبأموالهم مع مخاطر الأسر وغير ذلك في أي معركة، ومع ذلك جاهدوا في سبيل الله. وشرع الله عز وجل قتل المرتد بإجماع العلماء من أجل الحفاظ على الدين ودفع مفسدة الردة ودفع مفسدة فساد الدين. طب ما احنا عندنا موضع ان الدين بنقدم عليه النفس في قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فبعض جهلة ومبتدعة زماننا خالف إجماع العلماء في تقديم الدين وزعم أن النفس مقدمة على الدين بدليل الإكراه. والذي لا شك فيه أن هذا الاستدلال باطل، وأن الدين لا يقدم على النفس، أن النفس لا تقدم على الدين بل الدين يقدم عليها. ولكن مسألة الإكراه فيها أن الدين محفوظ، أن المكره دينه باق ولم يزل في قلبه يعود مرة أخرى. قلت ايه؟ باقي في قلبه. ايوه، لان هو اذن له شرعا، في هو مكلف وماذون له شرعا في ان ينطق بكلمه الايه؟ الكفر، ليحافظ على نفسه ودينه، ودينه باق ايضا. احنا متصورين المساله اللي فيها ان هيضيع الدين ولا النفس في قصه اصحاب الاخدود، المراه التي تقاعست ان تقع فيها، فقال لها الصبي الذي تحمله: يا أمه اصبري فإنك على الحق. لأن دول ما كانش الإكراه هيفضل معاهم مع طمأنينة القلب بالإيمان، لا، اللي هيرجع هيفضلوا يرجعوه ويرجعوه زي ما عملوا مع مسلمي الأندلس الموريسكيون اللي اتكلموا بالكفر عشان ينقذوا نفسيهم ويفضلوا إيه؟ مسلمين في الباطن. ما سابوهمش، عملوا لهم محاكم التفتيش لغايه ما انتوا تشوفوا واقع الاندلس النهارده. المسلمين اللي موجودين فيها منين؟ مهاجرين، مش كده؟ مفيش مسلمين باقيين من اهل هذه البلاد، اتقتلوا، عذبوا، يعني فعلت معهم الفظائع حتى ايه؟ حتى يرتدوا ويرتد ابنائهم. مش هو العضب بالاكراه كان لكل الشرائع؟ البعض قال ان العذر بالاكراه ما كانش للامم السابقه، وهذا لا دليل عليه، لان مفهوم المخالفه بتاع رفع عن امتي خلف منطوق، وقال رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، مش كده؟ طيب ما سيدنا موسى قال: لا تؤاخذني بما نسيت، يبقى اذن ليس مؤاخذا بالنسيان. فده دل على ان هذا الامر رفع عن امتي ده من بيان تشريف للأمة في مقام الامتنان عليها، ومقام الامتنان من موانع العمل بالمفهوم. يعني مش هيتقال لا دي للأمة الإسلامية بس، لا، ليس ده مفهومش، ولكن بلا نزاع أن الصبر على أن لا ينطق بكلمة الكفر أعظم ثوابا. بلال وعمار، والإجماع نقل ابن المنذر أجمعوا على أنه إذا صبر حتى قتل ولم ينطق بكلمة كفر فله أجر عظيم. وحديث الذبابة دي بقى تبقى زي مين؟
لأنه دخل النار وعبالك، لأنه هو ده زي بقى المرأة اللي هي تحمل الصبية لو كانت ما صبرتش، لأن الراجل ده قرب ذبابا، الحديث بيقول قرب ذبابا مش كده، وليس أنه أكره على تقريب الذباب، ده هو قربه فعلا. وفي ناس كتيرة جدا انت اول ما تقول لهم خبط كده خبطة بسيطة انا موافق، ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا. فلذلك بنقول لا، ده قضية تقديم الدين، دي قضية عظيمة الوضوح في الشريعة، ولا يمكن ان يكون في ذلك نزاع. سيدنا بيبلغ مقام الشهاده الذي يعني اللي هو يصبر على ذلك ولا ينطق كلمه الكفر، يبلغ مقام الشهاده. آه نعم، اجر عظيم فقط. لا ده مقام يعني اللي صبر حتى قتل شهيدا، قتل دون دينه وظل دينه باقيا. بعد ذلك قلنا النفس، والنفس مقدمه على العرض والمال والعقل. لو أكره على شرب الخمر فالصحيح أنه يجوز أن يكره عند قول جماهير العلماء إلا الحنفية، قالوا مش مستدلوش بحاجة يعني. لا هقول لك، بس استدلالهم قالوا لأن الخمر يخشى منها التلف، يعني رجعوا إلى أمر الإيه، حفظ النفس برضه، إن هو وهو سكران أو من كتر الخمر فيه سموم هيموت. الجمهور قالوا لا، ده معظم الخمر الناس بتشرب خمره وما بتموتش، ماشي كده، وانما يصيبهم ضرر مثلا لما يشرب كتير قوي، لكن اذا اكره على مره خلاص يبقى الامر اهون. مع ان الحنفيه يجيزوا الاكراه على اكل الخنزير، لا علشان هم بيقولوا ده ما يخشاش منه التلف، واكل الميته ما يخشاش منه التلف. فعرفنا المسألة ازاي. وبعضهم قال في الشرب، شرب الخمر عند يعني أشدة العطش والاضطرار، اللي قال لا ما يشربش خمرة بيقول لأنها لا تروي، والأكثر يقول لا لها أثر في الري، لأن ما فيش حاجة يعني حتى لو كحول 70% ففيها 30% مية. هم مش مختلفين على فكرة في البول، ان هو يعمل يشرب بول علشان ينقذ نفسه، لان ده مضرته قليلة. فالمهم الخلاصة ان لا شك ان النفس مقدمة على العرض، كما قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. رغم ان الاكراه هنا كان اكراها غير ملجئ، اللي هو أهون درجتي الإكراه. في إكراه بيبقى معه التكليف، وفي إكراه يزول معه التكليف، مش كده؟ الإكراه اللي مسكوه وبعدين خبطين بيه واحد تاني أو كتفوها واغتصبوها، يبقى ده انتفت الإرادة بالكلية والقدرة بالكلية، يبقى مفيش تكليف. لكن يا تعملي يا هنقتلك يا هنعذبك يا هنضربك، ففي قدر من الإرادة ما زال باقيا، انه بيخش هنا الموازنة. اقول لكم الدنيا صعبة ازاي. اخوة من السودان جاي بعتين يقولوا واحد جمع بنات العيلة، قال لو دخل علينا الجنجويت اللي هم بتوع الدعم السريع دول، مجرمين دول ربنا ينتقم منهم، هقتلكم كلكم. وجاب المدفع الرشاش معاه ومجمع نسوان العيلة في أوضة ومستنين لو دخلوا البيت هيقتلهم كلهم عشان ما حدش يغتصبه. وده بلا شك نوع من الايه، من الخلل، مش فاهم فعلا. وناس كتير على فكره تقول ايوه انا ما استحملش. واحده بعتها تانية تسال انها هتقتل نفسها علشان ما يقربوش منها، عشان لو جم قربوا تموت نفسها، ودي اسوأ، ده قتل النفس اعظم من قتل الغير، وكلاهما لا يجوز، وهي دي مصيبة وخلاص. يعني لو حصلت حاجة زي كده ف
فهي مصيبة هتثاب عليها. ونسأل الله أن يعافي المسلمين والمسلمات وأن يستر عوراتهم ويؤمن روعاتهم يا رب. الغرض المقصود إن الذي لا شك فيه أن النفس مقدمة على العرض. طب ما إزاي من قتل دون عرضي فهو شهيد وهو برضه من دون ماله؟ ما احنا بنتكلم هنا على إن هل في إمكانية حفظ ولا لازم حاجة هتروح. ما لو أنا عندي إمكانية احتمالية إن أنا هقدر أدفع يبقى لازم أدفع حتى لو طلع النتيجة غلط، لأن أنا معرفش الغيب. كما قال لو أرأيت لو أن رجلا أراد أخذ مالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال ففي النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. إذن أنا عندي احتمال، يبقى عندي احتمال. طب حتى بالأمر ده يجب علي أن أنا قاتل عمالي؟ لا، يستحب أن أنا قاتل عمالي. يعني يجوز أديله؟ يجوز أديله. طب والعرض ما يجوزش الدهول؟ الزبير بن العوام كان معاه جارية وخرج عليه للصان، فقالوا هات ما معك من المال. هو يقدر يضربهم بس هو ما ملوش مزاج رضي الله عنه. ده هو اخترق جيش الروم رايح إيابا وراجع، ده خرج ذهابا وراجع إيابا لوحده. قالوا شد فانا شد معك يوم اليرموك. قالوا مش هتكملهم. قالوا شد فانا شد معك، فشد فلم يستمر من كثافة الروم، وهو استمر لغاية ما خرج من الناحية التانية من الصحراء. طب وبعدين عايز يرجع الجيش تاني المسلمين، راح جاي داخل مرة تانية ايه من الروم. زيك عروة بيقول كنت ادخل يدي في ثلاثة جروح في غائرة ألعب بها وأنا صغير، جرحان يوم أحد وجرح يوم اليرموك، أو جرح يوم أحد وجرحان يوم اليرموك رضي الله عنه. هو كان يعني عظيم، فراح جاي رمي لهم اللي ايه الفلوس، فقالوا له خلي عن الجارية، فما تستناش طلع السيف على طول وايه وضربهما ضربة واحدة قتلهما. كان معاه الرسول بتاع السودان كان يضرب بيهم الناس. ها؟ كان معاه الرسول. كان يضرب بالظبط كده. يمكن يضرب يموت. الغرض المقصود ان الكلام زي في قصة ابراهيم برضو اللي عليها اللي عاملين عليها ازمة. الجبار. مع الجبار. احنا بنتكلم في امكانية دفع ولا في حاجة لازم هتروح؟ فضلا ان الاتنين يروحوا. يعني ان هو يقتل وهي تؤخذ. فلا شك ان هذا ايه؟ ليس مشروعا ان انا اروح اعمل حاجه وانا عنديش اليه للمقاومه، ما عنديش امكانيه للمقاومه. يعني الناس ايام سجن ابو غريب وما عندهمش اسلحه، ياخد طوبه ويروح مثلا يضرب العساكر ما كامل بالطوب، طب ما خلاص هيقتلوه. زي اي حته حصل فيها عبر تاريخ المسلمين نوع من يعني تسلط الاعداء على البلاد، والبلاد كان فيها رجال وايه ونساء. مش كل المسلمين قالوا اقتلوا نفسيكم وهم عاجزين. شيخنا مفهوم مقاومة شعبية بدأت دلوقتي في السودان، يعني بدأ الشعب يندم عليه ويتسلح، وفعلا بالفعل بدأ يحصل يعني إخراج هؤلاء والله العظيم مجرمون مشكلة حاجة فظيعة. وبعدين هم في الحقيقة القوات دي اللي هي أصلا عصابات قطاع طرق متحالفة مع أعداء البلد، يعني تقسيم وثروات ومحاربة للإسلام وإلغاء الشريعة الإسلامية من الدستور وإلغاء دين الدولة الرسمي الإسلام، وماضيين الكلام ده كله على ما مع النقابات. طبعا كل الدنيا طبعا. سيبنا في مسألة العرض، يكفي ان يبقى في احتمال 1% عشان الواحد؟ لا، لازم احتمال يبقى 50 في 50. غلبة الظن يبقى انا معايا اكتر من 50. غلبة الظن هو اللي يبنى العمل عليه. ما ينفعش الاحتمال معناها ان هو يكون احتمال واحتمال. سيدنا ابراهيم كان ايه بقى؟ سيدنا ابراهيم علم انه يقتل. هو الدولة. ها؟ دولته وجيشه. لا، علم انه سيقتل. لو قال انه زوجها سيقتل ولا يستطيع ان يدفع وتؤخذ هي، يبقى حصلت المفاسد كلها.
القضية في تعلم هذا الباب قضية عظيمة. يعني معرفة هذه الموازنات، سافر موسى صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا طويلا من أجل أن يتعلم ما كان لا يعلمه، ولكن قدر الله أن يتعلمه. وعين سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم الظاهر أن هذه الواقعة قصة موسى والخضر يظهر أنها وقعت أثناء فترة التيه، لأنه كان معه يوشع بن نون، ويوشع إنما كان بعد عودة موسى من إيه؟ من مدين، يعني في المراحل المختلفة. بل الظاهر أنه هو بعد إباء بني إسرائيل دخول بيت المقدس، أنه يذكرون أنه هو أحد الرجلين اللذين قال الله فيهما: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إنه بيقولوا كان منهم يوشع بن نون ويوحنا ابن كالب، ولا مش عارف ايه كده، يعني مش مهم، مش حديث صحيح يعني. لكن الحديث الصحيح ان هو اذ قال موسى لفتاه يوشع، ده حديث في البخاري. فسيدنا موسى اصلا هذه المسألة هو رضي الله صلى الله عليه وسلم تعامل معها ايضا بدرجات مختلفة. هو في قبل ان يذهب الى مدين كانت يعني قضية الدفع عن المظلوم من شيعته كانت غالبة عليه، دون أن يزن جيدا عواقب ذلك. قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان. لكن أول تعليم في هذه المسألة إن هو لم يكن يقصد قتله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ. هو كان بيدفعه فإيه؟ فكان الدفع قوية من شدة الغيظ والغضب. مع أن هذا رجل كافر محارب ظالم معتدي مقاتل لمسلمين، ومع ذلك كان قتله من عمل الشيطان. وسبحان الله الذي تسبب في هذه الواقعة هو ذلك الرجل الإسرائيلي الذي يشاد كل يوم من لا يقدر عليه. حاجة نوعية موجودة في التاريخ، هذه النوعية، وفي كل مرة، وهو أول واحد يبيعك زي ما هو عمل مع سيدنا موسى. قال: تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وكان ترتب عليها واتهام النيات برضو: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، أنت عايز تبقى جبار، وما تريد أن تكون من المسلمين. يعني هو نفسية سيدنا موسى هو مفتشها كويس وعارف اللي فيها، ادعاء كاذب وباطل، أنت عش عرفك بالنيات. لكن هي النفس النوعية، والله نوعية ما عندوش غير اتهام النيات، وانه يعمل اللي انت بتعمله بعينه، بس يقول لك: لا بس دول منافقين، دول مش عاملينها لله. سبحانك ربي، انت دخلت جوه النفوس. اهو نفس النوعية، يشاد من لا يقدر عليه وبعدين يقعد ينتقدك انت اللي انت كنت عايز تنقذه مما هو فيه. فسيدنا موسى رأى بعد عودته من مدين منظرا هو أفظع. ده كان واحد بيقاتل واحد، مش كده؟ وعشان كده قتل هذا الرجل، وعد ذلك من عمل الشيطان، وذنبا استغفر الله منه، وظلما ظلم نفسه به، وضلالا بالنسبة إلى العلم الذي حصل عليه بعد ذلك. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. الغرض المقصود إن سيدنا موسى رأى منظرا أفظع، وهو قتل آلاف أو عشرات الآلاف من أتباعه المؤمنين من السحرة الذين كانوا سحرة، ومع ذلك لم يدفع عنه، لأنه لم يكن عنده ما يدفع عنه، ولم يؤمر إذاك بقتال، ولا شرع الله له قتالا، وكان الصبر واجبا عليهم،
تعرض بنو إسرائيل لمرحلة جديدة، قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. ما قال لهم شيء قوموا قوموا، ليه أنتم بتحرموا المقاومة؟ لا ما بنحرمش المقاومة، ولكن لازم نحسبها لما يجي نقاوم، يعني الحسابات لازم تكون بناء على رعاية المصالح والمفاسد. إذا كان فيها حفظ الدين خلاص ماشي، إذا كنا هنحدث نكاية يمكن أن تكون سببا للدفع عن المسلمين، مش بس النكاية أن أنا أغيظهم بس، مع أن دي بتجعل القتال أن النكاية اللي هتغيظهم مكروها وليس محرما. اشتدوا على المسلمين أكثر، إذا اشتدوا على المسلمين أكثر ومع ذلك بدان في نكاية مش هيبقى القتال حرام، بس المفروض ان احنا لازم نبقى عارفين حساباتنا. لو انا غلب على ظني ان النكاية في المسلمين هتبقى اعظم ويمكنني ان احفظ الدين يبقى خلينا احفظ الدين، لكن لو كان مش هيحفظ الدين الا بمثل هذه التضحية يبقى ايه؟ يبقى نضحي. فلذلك بنقول القضية دي قضية ذات اهمية. يعني انتوا ده معترضين على حماس؟ لا انا مش معترضين على حماس، احنا بنقول هم اللي هياخدوا، هم اللي خدوا القرار وهم اللي يحسبوها، لان ما اعرفش قوتهم قد ايه وما نعرفش يعني هيقدروا يستمروا قد ايه والضرر المتوقع بقى طبعا، نسال الله العافيه. نريد ان يعني نقرا القصه من روايه صحيح البخاري في قصه موسى والخضر لما فيها من أنواع العلوم العظيمة. روى البخاري عن سعيد الجبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، يقول هو موسى ابن ميشا، مش عايزين يخلوا سيدنا موسى بإيه بيتعلم، مع ان القصة مش موجودة في التوراة دلوقتي لكن كانت موجودة زمان. فقال ابن عباس كذب عدو الله، يا كلمة شديدة قوي قالها ابن عباس مع انه فقاص مسلم يعني، بس علشان يبدو ان هو اكثر من النقل عن بني اسرائيل ومعارضة ما ثبت في الكتاب والسنة باخبار بني اسرائيل فاتهمه بذلك وغلظ عليه. قال ابن عباس كذب عدو الله، حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، في رواية وعظهم موعظة بليغة وجلت منها العيون، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ف قال له رجل هل تعلم أحدا من الناس أعلم منك؟ سئل أي الناس أعلم؟ قال أنا. في الرواية قال هل تعلم أحدا أعلم منك بالله؟ قال لا. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يعني شوفوا بقى الناس يقول لك إيه فلان ده أعلم واحد في الأرض، يا خبركم أبدا، أنتوا عارفين سيدنا موسى عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وإحنا بقى في زماننا اللي الأرض فيها مليار وثمانية من عشرة مسلم، مليار وثمانية من عشرة يعني مليون وثمانمائة ألف، مليون وثمانمائة ألف، وبعدين ثمانمائة ألف مليون، لك فلان أعلم أهل الأرض بالتوحيد، فلان أعلم أهل الأرض بالفقه، فلان أعلم أهل، اتقوا الله، حدش يعرف أهل الأرض إلا الله. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، وأطلقت أعلم منك رغم أنه أعلم بمسائل منك، لأن هو قال له كده في الحديث سيأتي، ولكن قيل له ذلك ليكون ذلك زجرا له عما إيه، أو يعني عتابا له عما قال. قال ف
فقال موسى يا ربي وكيف لي به. ما لم يضيق موسى صلى الله عليه وسلم ولم يحسد ولم يقل كيف يكون هناك من هو أعلم مني، لا، العالم الحقيقي هو الذي يريد جمع علم الناس إلى علومه، ولو كان من أعلم الناس ولو كان من أعلم أهل الأرض ولو كان كريم الله. سيدنا موسى له خاصية دون البشر، إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. واصطنعتك لنفسي. ومع ذلك عاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. ومع ذلك سأل موسى الطريق إلى لقيا ليزداد علما. يبقى إذن مع كبر السن ومع التأييد بالوحي ومع نزول الكتاب، لو حين وجد وسيلة لزيادة العلم فإنه إيه؟ سلك هذا السبيل. وانتوا مش راضين تيجوا أصلا، كل مرة يبقى خناقة ولا قاعدين بره حتى ما بيسمعوش، خسارة. يعني المسائل دي كان بيسافر فيها البخاري رحمه الله، شو جمعوها لنا بطريقة من أيسر ما يكون. ابن كثير دينا بنفتح كده وانا قاعد بلاقي العلم المسألة. قال فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. مجمع البحرين دي فين؟ احنا رجحنا ان قلنا الأقرب ان سيدنا موسى كان فين؟ في التيه. في التيه يعني في سينا. فسينا دي مجمع البحرين، يا إما يكون عند شط العرب مع الخليج، يا إما يكون عند نهر النيل مع دمياط أو رشيد مع المتوسط، يا إما يكون في طنجة عند المغرب. فكل دي تسمى إيه؟ مجمع البحرين. إلا أنها كلها مسافة بعيدة وفيها سفر من سيناء. فقال وكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا، في الرواية الثانية مملحا، سمكة زي سردينة متملحة ولا رنجة ولا الحوت يعني سمكة متملحة كمان مش متنظفة بس يعني ميتة. تجعله بمكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. لما تلاقي الحوت ضاع هتلاقي الخضر هناك فهو ثم. قال فأخذ حوتا فجعله بمكتل ثم انطلق معه بفتاه يوشع ابن نون عليهما السلام. يوشع هو نبي بني إسرائيل بعد موسى الذي حبست له الشمس والذي فتح بيت المقدس والذي تحقق على يديه وعد الله عز وجل يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كاتب الله لكم، لما التزموا بالطاعة. وناخد منها فايدة لأولادكم ولمن تربونهم، أكثروا من صحبة الشباب، لأن هذا فيه أحسن التعليم وفيه المعاشرة المستمرة اللي مفيش في طلب العلم غير إن إحنا هنقول ونتكلم وتسمعوا وبعدين نمشي، بيبقى نافع إن شاء الله، لكنه ليس هو الذي يربى فيه الرجال. خرجت أنا أبو بكر وعمر وذهبت أنا أبو بكر وعمر ورجعت أنا أبو بكر وعمر، كثيرا ما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو بالنسبة له طبعا عمر بن الخطاب يعتبر من الشباب، إن فرقه بين الرسول صلى الله عليه وسلم 22 سنة، قصدي كم؟ لا 14 سنة، 12 في الخلافة واثنين توفي 63. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده مثلا 45 كان عمر عنده 33. قال حتى إذا أتى الصخرة وضع رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في المكتل خرج منه. الرواية الثانية فيها أن هناك عين تسمى عين الحياة، لا يصيب شيء من مائها شيئا إلا حي.
فأصاب الحوت من ذلك الماء فاضطرب، ورآه يوشع ولكن كان موسى نائما فكره أن يوقظه. فترتب على إن حكاية تقديم الأدب على الاتباع أن أصابه النصب يوما وليلة وبضع يوم، إن هو قال أنا إيه سأنتظر حتى يستيقظ. هو كان مكلف إن هو إيه ما أن ترى لا أكلفك إلا أن تخبرني متى فقدت الحوت. فقال ما كلفت كثيرا، أنت ما كلفتنيش حاجة كبيرة. ففقده ولقى اضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر سربا نفقا. أمسك الله جرية الماء عن الحوت. هقول لكم حاجة، أنا المية دي كده لما أنا حطيت صبعي ورجعت كده إيه اللي بيحصل في المية؟ بتقفل مطرح صبعي في نفس اللحظة، ما بتعملش. لو أنا ماشي على رملة وعملت صبعي كده هيحصل إيه؟ هلاقي إن الرملة انحازت. فربنا عز وجل أمسك جرية الماء عن ممر الحوت حتى صار كالنفق في الماء، علشان يعرفوا المكان اللي هو إيه اللي كانوا فقدوا فيه. قال وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، طاقة كأنها ماشية كده. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد في الظهر بقى، يعني فضلوا ماشيين إيه يوم وليلة وإيه ونص يوم كمان. فقال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به، مع أنه كان نتيجة نسيان، ما كانش عن تعمد، ولكن إحنا ما بنتعبش إلا بسبب تقصير. العبادة والطاعة ليس منها تعب، وإنما ندد لأن إما قصرنا عن أداء الطاعة كما يحب الله، فقدت الخشوع مثلا في الصلاة، فقدنا الإخلاص في شيء منها، فقدنا التدبر أثناء القراءة، فقدنا التركيز والنية الصالحة أثناء طلب العلم، أي حتى في الجهاد. ما هو الناس اللي جاهدت بجد ما حسيتش. لا يلد الشهيد من ألم الموت كمسي إلا كمسي القرصة. أنس بن النضر رضي الله عنه إزاي تحمل 80 جرح وضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح، حاجة عجيبة، هو مش حاسس يعني وإلا ده احنا ده الواحد عنده بتاع فسفوسة في رجله بتوجعه ومش عارف يقف ومش عارف يمشي. طب هو ازاي تستحمل بضعا وثمانين يعني؟ وبعدين الاخير بقى من كتر النزيف بقى خلاص واحد رضي الله تعالى عنه، حاجة عجيبة. ضاعت الهمم، اللهم اغفر لنا بقى. فسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم الشيطان ما قدرش ياخد منه حاجة، فنسى غلامه انه يقول له، نسى فتاه صاحبه ان هو يخبره بان الحوت. فاللي مش هيقدر عليه بالعمد الا ونفع خطأ ماشي، نسيان ماشي، عايز يكدر على الانسان حياته باي طريقة. قال له فتاه حتى ولم يلد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا. قال فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. سرب يعني نفق وطاق وعجب لأنه حي ثم إيه مشى في البحر بطريقة غير معتادة إنه إن المية تتعلم فيها إن المية يبقى فيها نفق. شو بقى حسن خلق سيدنا موسى مع إنه كلفه يوم ونص زيادة تعب ولكن لم يعتب عليه قط. قال ذلك ما كنا نبغى. هو ده اللي احنا كنا عايزين عشان يهون عليه. قال له ذلك ما كنا نبغى هذا الذي كنا نريد من غير ده. احنا عندنا لو حد خلف لنا طلب نقعد نبهدل الدنيا مع العيال ومع الزوجة وايه اللي انتوا عملتوه ولسه مش عارف يقول لك ايه الكوبايه كسرت راح جاي ضربه علقه. يا جماعه هتعملوا ايه؟ خلاص مش هيترجع. فارتد على اثارهما. حسن الخلق انس رضي الله عنه يقول ايه صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما ولا عبدا ولا أمة إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. خلونا عندنا نوع من السعة، سعة الصدر اللي تحتمل خصوصا لو كان عن إيه خطأ أو نسيان. قال فرجع يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجم بثوب يقول تحته فروة يابسة فإذا هي تهتز خضرا. فإذا هي خضراء أصابها برضو ما إلي الحياء فاخضرت. مسجن يعني مغطي وجهه ورأسه. فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. يا هو في حد بيسلم هنا؟ ده ايه ده الحاجة العجيبة؟ في واحد بيقول السلام وأنا يعني دليل ان كان زمن صعب قوي ان الخضر ما فيش حد بيقول السلام من كثر الفساد. سبحان الله لا حاجة شخصية فذة كهذه ولا يجد رجلا يقول السلام وأنا بأرضك السلام. يعني ما نفتكرش إن 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 سوء أحوال الأرض وأحوال الناس فيها تمنع من أن يصل الأولياء والأنبياء إلى أعلى المراتب وهم في تلك الحال حتى ولو لم يؤمن بهم أحد أو حتى لو لم يتبعهم أحد. يعني إحنا بنيأس بسرعة لما نلاقي إن ما فيش حد بيستجيب كويس ولا بيتعلم كويس. لا سيدنا موسى والخضر ما كانش عندهم حد يعني إلا القليل. سيدنا موسى طبعا أكثر لأن سيدنا موسى إيه له أتباع قد ملأوا الأفق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام غير الأنبياء الذين رآهم وسلم معهم الرهط والرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. سيدنا موسى رأى جمعا غفيرا، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم معه جمعا غفيرا. فقال وأنا بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. إذن ده الرد على نوف الإيه البكالي. قال موسى قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وده دليل على أمر النسبية التي ذكرنا إن سيدنا الخضر إيه أعلم منه بمسائل
وإن التوراة فيها علم عظيم جدا، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فتخيلوا القرآن بقى، يعني كم الهدى والرحمة الذي في القرآن. يعني التوراة أقل من القرآن ولم تحفظ كحفظ القرآن. فإحنا عرفوا نعمة ربنا علينا بالقرآن، ده حاجة لا نظير لها في الوجود. في رد على الصوفية شيخنا برضه، أن الخضر كان أعلم من الموسى. طبعا هو أهل السنة ما عندهمش تردد أن الموسى أعلم من الخضر، أفضل من الخضر، ولكن هو أعلم منه بمسائل. وقد قال الله عز وجل: وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. الرحمة دي رحمة بالدين، رحمة بالعلم. وعلمناه من لدنا علما. فهذا علم لدني. يعني ايه علم لدني؟ يعني علم من عند الله. ده يشمل طبعا، ده الأساس اللي بيبني عليه أهل الباطل ضلالاتهم، فهمهم الخطأ لهذه الآية الكريمة أو فهمهم المغرض، عشان يدعوا كل حاجة بأن هذا وحي إلهام، لدرجة الزنادقة منهم زي جلال الدين الرومي مثلا يقول هذا الكتاب على المثنوي المعنوي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من رب العالمين. صاحبه اللي هو بتاع الأفلاكي ده المؤرخ له بيقول: بينما جاء رجل ومع الجلال سلطان ولد، سلطان ولد ده ابنه، فسأله رجل فقال: لما تسمون المثنوية قرآنا؟ فقال: لأنه تفسير للقرآن. ده الولد اللي ابنه بيقول. فإذا بالجلال يغضب غضبا شديدا ويقول: يا كلب ولما لا يكون قرآنا، يا حمار ولما لا يكون قرآنا، وأي شيء فرق بينه وبين القرآن. شوف الكفر البواح، والله العظيم كفر بواح. هو المهم أنه الكتاب بيطبع لغاية النهاردة بالمقدمة اللي فيها تنزيل هذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيل من رب العالمين. الناس مش مسلمة وينشروه في الدنيا. المثنوي المعنوي بيتباع في المعرض اللي قبل اللي فات ب 125 جنيه 8 مجلدات او 7 مجلدات. كتاب يعني بيتكلف بتاع اكتر من 1000 جنيه وبيوزعوه مدعوم، عشان عايزين يحيوا الخرافة. العلم اللدني اللي هو العلم من عند الله، ونحن نجزم ان العلم الذي من عند الله هو علم الكتاب وعلم السنة، لان هذا هو الذي فيه الوحي الذي من عند الله. واللي ممكن يبقى فيه يبقى ايه؟ يبقى فهم يؤتيه الله عبدا كتاب الله. وليس ان الانسان يخترع كلام ما انزل الله به من سلطان، سواء في العلوم او الاعتقاد او الاعمال او الاخلاق او المقامات القلبية والأعمال القلبية، ويدعي أن ذلك هو من عند الله ويسموه العلم اللدني. لذلك القضية دي من أخطر القضايا. هما ليه بيتعلقوا بالقصة؟ عشان كلمة من لدنك علم، وإن عندهم إن صاحب الحقيقة أعلى من صاحب الإيه؟ الشريعة، عشان سيدنا الخضر ده صاحب الحقيقة وموسى ده صاحب الإيه؟ الشريعة. والكلام ده كلام باطل، كلاهما صاحب حقيقة وصاحب شريعة. يعني كلهم عندهم أحوال قلبية إيمانية الاثنين، وكلاهما ملتزم بشريعة. قال: وما فعلته عن أمري، بدأ من أمر الله عز وجل، سواء كان نبي جاءه الوحي مباشرة. وابن حجر بيقول: ينبغي أن اعتقاد النبوة عشان ما نفتحش باب الزندقة، عشان اللي هو إيه باب الزندقة؟ اللي هو باب ادعاء العلم اللدني. ولو قلنا لا هو ولي، يبقى بيأتيه خبر نبي آخر، لأن الكلام ده وارد أن يقع في جميع الأزمنة
إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى الناس كافة. فما فيش حد هيبقى عنده علم لدني إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيبقى مرجع لعلم لدني هو إيه؟ الكتاب والسنة، اللي هو من عند الله من لدن حكيم عليم. يعني الفرق ان هو يبقى من غير تلقين سيدنا، يعني هو فاهم من كتر ما تعلم ففاهم لوحده، اللي هو الكتاب من الكتاب والسنة. ما هو مش لوحده اسمه الكلام ده، بتعليم الله ده من خلال القرآن. ولما يتأمل الإنسان طرق أهل العلم الكبار في الاستنباط من الآيات ومن الأحاديث، نجد هذا هو فعلا العلم الايه اللدني، هو الفتح من الله عز وجل، فتح في طريقة الاستنباط، في طريقة الفهم، وليس أنه يدعي غيبيات وبعدين يطلب من الناس أنهم يصدقوها. اللي بيقولوا الصوفية في هذا الباب ضلال فوق ضلال. يعني يقعدوا يقول لك ايه لا بيألفوا والله العظيم حاجة، اللي بيجيبوا كلام الفلاسفة بقى والنفس الكلي والعقل الكلي والعلم اللدني هو زوال الحجب بين النفس الجزئي والنفس الكلي الذي هو اللوح المحفوظ، فينطبع ما في اللوح المحفوظ في قلب الولي كما تنطبع في المرآة الصورة، فيكون عنده صورة من اللوح المحفوظ فيخبر عن الغيبيات الخمس. الناس بتكذب. ومن قال لكم ان اللوح المحفوظ ده هو النفس الكلي؟ وايه النفس الكلي والعقل الكلي بتاع نظريه الفيض اللي انه واجب الوجود او الوجود المطلق بتاع الفلاسفه اللي ما عندناش منه شيء، ليس من دين هذا الكلام، ليس من دين الاسلام. وهم اخترعوه منين؟ ان الوجود المطلق الذي ليس له ذات ولا اسم ولا صفه فاض منه العقل الكلي، ثم فاض منه 10 عقول، ثم فاض منه الناحيه الثانيه النفس الكلي، ثم فاض منه 9 نفوس. طب انتوا بتجيبوا الكلام ده ايه الدليل عليه؟ ده حاجه غيبيه ولا مشاهده؟ غيبيه. انتوا جبتوها تاليف ده، وفضلا ان انتوا عندكم ان مش الخالق خالق، لا ده فاض منه، لان عندهم اصلا ان العالم قديم وان الماده قديمه وان ده فيض تحولات فقط، وفيض فاض من زي ما بالظبط كده بقى الطاقه بتخرج من الايه؟ من الماده، وليس ان في اراده في الخلق والايجاد. الناس دي بتالف البدع والضلالات اللي بيعملوها بقى ويدعوها في 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 الكرامات المزعومه المليئه بانواع الفجور. والله العظيم ده انا الواحد يقرا الدين ده يقول ده دين تاني خالص مش بتاع اهل الاسلام ولا لهم علاقه باسم. ناس كذابه بتضحك على الناس جايين يخربوا دين الاسلام. اللي يقرا فتوحات المكيه لابن عربي وفصوص الحكم يجزم ان هذا الرجل لا يؤمن بالقران. اللي كتب الكلام ده بقى مدسوس مش مدسوس، انا بقول اللي الكتاب اللي انتم بتتناولوه باسم فصوص الحكم وباسم الفتوحات المكيه كافر بالقران، مليء بالكفر والعياذ بالله. لا يشك في ذلك مسلم يطلع على هذا. اللي ما اطلعش هو اللي او اللي يفتكر ان هم دسوه عليه هو اللي ينازع، لكن يقول الكلام ده كلام كفر. ما حتى كبار الصوفيه اللي هم قالوا لا كان ده كفر بس لعله مدسوس عليه. قال فقال موسى ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. القصة فيها لسه فوائد كتيرة وفوائد مهمة يعني، فلعلنا ايه؟ هو السؤال بس هو يعني ماذا تعلم موسى يا شيخنا؟ هو يعني هو أهم حاجة الغرض المقصود منها أن موسى صلى الله عليه وسلم تعلم من الخضر كيف يصبر فيما يرى من أمور هي أصلا كانت في شرع الخضر، أيما كان شرعا مستقلا مباشرا بوحي لنبي أو متبعا لوحي نبي. وتعلم فيها أن هناك فيما يشرعه الله
وأيضا فيما يقدره الله، أمور مكروهة هي مفاسد وسيئات، لكن يعمل بها لأجل أن يدفع بها فساد أكبر، خصوصا في قضية قتل الغلام وخرق السفينة أيضا كذلك، ولكن في قضية الجدار كان الإحسان إلى من يبدو أنهم لا يستحقون الإحسان، وهذا لا ينكر، ولذلك موسى لم يكن في طريقته منكرا، وإنما قال إيه لو شئت لاتخذت عليها. والحقيقة يعني الحديث نفسه والآيات كلها فيها فوائد أنا مش عايز أتركها يعني، فإن شاء الله نبقى نلتقي مرة تانية وتكون أنتم صحيين عن كده شوي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.